جامعة مصر الخاصة مدرس اللغة العربية. إن شاء الله النهاردة هنشرح في الحلقة الثانية فرع النصوص. الحصة اللي فاتت أو المحاضرة اللي فاتت خدناها كانت خاصة بالقواعد النحوية، إن شاء الله النهاردة هنكمل في النصوص. هناخد مثال إن إزاي الامتحان هيجي لنا أو قطعة النصوص هيجي إزاي في الامتحان. طبعا في الامتحان هيجي لنا قطعتين نصوص، ماشي؟ فاحنا هناخد مثال. احنا طبعا عندنا في المنهج في الترم ده عندنا ثلاث دروس نصوص. اول درس اسلامي مصر، ماشي، للشارع. احنا عارفين ان احنا لما بناخد اسم النشيد لازم نحفظ على طول اسم الشاعر معاه. الشاعر اسلامي مصر للشاعر مين؟ مصطفى صادق الرافعي. اول حاجه بيقول لي: ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي انت بعد الدين دين، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. أول حاجة بيجيبني المفردات، المفردات معاني أو مضاد أو جمع أو مفرد، ماشي؟ طيب، ما معنى كلمة الجهاد؟ يقول: ومعي قلبي وعزمي للجهاد، الجهاد، الجهاد معناه إيه؟ أيوه، الجهاد معناه الدفاع عن النفس. طب عكسه إيه؟ عكسه الفضول. نركز في الكلمة دي خصوصا لأنها ممكن تيجي في الامتحان ونركز عليها. طيب، ما معنى كلمة سهام؟ سهام اللي هو إيه؟ مصائره، وهامه اللي هو مصائره. واسلمي في كل حين، يعني اسلمي في كل حين، يعني في كل إيه؟ وقت. طيب، ما جمع كلمة فؤاد؟ فؤاد اللي هو قلب، جمعها إيه؟ أفئدة، تمام؟ طيب، السؤال اللي بعد كده: بما يدافع الشاعر؟ دايما يا اولاد السؤال رقم بين اجابته بتكون غالبا بتكون في القطعه اللي فوق، غالبا بتكون في القطعه اللي فوق. بيقول ايه؟ بما يدافع الشاعر عن مصر كما تفهم من البيت الاول. في البيت الاول بيقول ايه؟ ومعي قلبي وعزمي للجهاد، يبقى بيدافع عن مصر بايه؟ ايوه، بقلبه وعزمه وروحه، ماشي، عن مصر. طيب، السؤال بقى رقم بين يا اولاد، ماده مات في قول الشاعر. فاحنا الجماليات دي بناخدها ايه؟ حاجه حاجه. يعني بيقول شاعر: رمى الدهر سهاما. رمى الدهر سهاما، نشوف الاول هل هي اسلوب ولا لا؟ طيب، رمى الدهر سهاما ده اسلوب من الاساليب اللي احنا خدناها؟ طبعا لا. بعد كده ما لقيناش ان هو اسلوب، بنحدد هل هو حاجه حقيقيه ولا حاجه خياليه؟ رمى الدهر سهاما يعني الدهر مثل قوس اهوت وبيرمي السهم. هل الدهر يعمل كده؟ لا طبعا، يبقى في تشبيه. يبقى ده ايه؟ الشاعر شبه الدهر بايه؟ بإنسان بيرمي السهام. المادة في الدنيا يلا، بنشوف الأول تاني، هل هو أسلوب ولا مش أسلوب؟ طبعًا المادة في الدنيا يلا مش أسلوب. طب هل هو تعبير حقيقي ولا في خيال؟ المادة في الدنيا يلا، هل الدنيا هتمد يدها؟ لا طبعًا. طيب يبقى ده خيال، يبقى الشاعر هنا بيشبه إيه؟ بيشبه الظهر بإنسان بيمد يده عشان إيه؟ يعتدي على مصر. نيجي بعد كده في السؤال الأخير: من قائل هذا النص؟ قلنا ونركز تاني إن إحنا دايما بنحفظ العنوان ورا على طول اسم الشاعر، إسلام يا مصر للشاعر، أيوه، مصطفى صادق الرافعي. تمام. نيجي في الدرس اللي بعد كده، ماشي، النيل هو الكوثر، النيل هو الكوثر، اسم الشاعر هنا؟ أيوه، اسم الشاعر أحمد شوقي. طيب، النيل هو الكوثر، حبشي اللون كجيرته من منبعه وبحيرته، صبغ الشطين بسمرته لونا كالمسك وكالعنبر. الف تابع طبعا بياجي مفردات او اكمل ما ياتي. معنى منبعه، معنى منبعه، حبشي اللون كجيرته من منبعه، يعني من المصدر بتاعه، من المصدر، يبقى منبعه يعني المصدر. جمع كلمه اللون الالوان. طيب، سمرته، سمرته ايه؟ ايه مضاد سمرته؟ سمرته اللي هو اللون الاسمر، عكسه ايه؟ ايوه، بياض. تمام. السؤال اللي بعد كده: ماذا يحمل نهر النيل وهو ات من المنبع؟ احنا صرف الشطين بسمرته، يبقى بيحمل ايه؟ ايوه، بيحمل الطبي الاسمر، لانه صرف الشطين بسمرته. السؤال رقم جيم: بما صبغ النيل شاطئين. النيل صبغ الشاطئين بايه؟ صبغ الشاطئين بايه؟ ايوه، صبغ نهر النيل شاطئين باللون ايه؟ الاسمر، باللون الاسمر الذي يشبه ايه؟ المسك والعنبر. طيب، اخر سؤال يقول ايه؟ ما الجمال في قول الشاعر صبغ الشاطئين بسمرته؟ يقول تاني: هل ده اسلوب ولا مش اسلوب؟ صبغ الشاطئين بسمرته طبعا
يبقى فيه خيال ولا حقيقة؟ ثبت الشرطية وسقراطية، هل النيل مسك قلم وقعد يسبق فيه ويسبق في الشطين؟ لا قاعد، يبقى ده دي خيال. ثبت الشطين وسقراطي، يبقى الشاهد هنا شبه النيل برسام يسبق الشطين ويلونه ماشي بالطن الاسمر. اخر نص الاخير بتاعنا ماشي اللي هو ما احلى اجواء القريه للشاعر النيل بيان الصبدي، للشاعر بيان الصبدي. القطعه بتقول رسم النيل فلاحا يمشي في الساحة، عنزة تتبع فلاحا، ما أحلى أجواء القرية في أعماق تبقى حية. رقم ألف غالبا زي ما احنا قلنا، رقم ألف دايما بيكون إيه؟ مفردات. أهو ما معنى كلمة أعماقي؟ في أعماقي، في أعماقي يعني إيه؟ في قلبي، في قلبي. جمع فلاحة، ما تحدش يقول لي فلاحون، فلاحون دي جمع فلاح، انما فلاحه واحده، فلاحه مؤنث جمعها ايه؟ فلاحات. طيب مفرد اجواء، مفرد اجواء ايه؟ الجو، تمام. طيب الحيه عكس حاجه، حيه يبقى عكسها حاجه ايه؟ ميت. رقم ب، اين كان يمشي الفلاح؟ اين كان يمشي الفلاح؟ غالبا يا اولاد رقم ب اللي جابها على طول بنروح للقطعه، بنروح للقطعه، هل دي موجوده في القطعه ولا لا؟ اين كان يمشي الفلاح؟ فلاح يمشي في الساحه، يبقى الفلاح كان بيمشي فين؟ كان يمشي في الساحه. نسيب السؤال، نخش على جيم؟ لا فيك تكمله ايه؟ لا ما ننساهاش دايما فيها. وكيف رسم الطيور العنزه؟ رسم الطيور العنزه ايه؟ عنزه تتبع فلاحه، رسمتها ازاي؟ انها بتصير ورا ايه؟ ورا الفلاح. سؤال رقم ايه؟ ما الجمال في قول الشاعر؟ وننتبه يا اولاد دايما ان احنا قبل ما بنحدد موطن الجمال بنشوف هل هو اسلوب ولا مش اسلوب. السؤال الاول، ما احلى اجواء القريه؟ هل ده اسلوب ولا ما احلى اجواء القريه؟ هو رب الشاعر بيتعجب من مين؟ من اجواء القريه، يبقى ده ايه؟ اسلوب تعجب، تمام. هل في جمال تاني؟ ايوه، ما احلى اجواء القريه، الشاعر هنا بيعبر عن اعجابه واحساسه بجمال مين؟ بجمال القريه اللي هو عايش فيها. تعبير جميل يدل على احساس الشاعر بجمال قريته. السؤال الثاني، في اعماقي تبقى حيه، نرجع تاني، هل ده اسلوب ولا مش اسلوب؟ طبعا هو في اعماقي تبقى حيه، ده اسلوب؟ لا مش اسلوب. طيب هل هو تعبير حقيقي ولا تعبير خيالي؟ في اعماقي تبقى حيه، هو في حاجه بتشبه قلب الانسان؟ طبعا هو تعبير جميل، حيث صور فيه الشاعر القريه كائنا يعيش بداخل ايه؟ قلبه، دائما في قلبي وفي فكري. وبكده بنكون خلصنا مراجعه الحلقه الثانيه اللي هي مراجعه خاصه بالنصوص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولو في اي تعليق ان شاء الله نتواصل مع بعض على كلاس فورم.